ننتقل إلى ملفنا الثاني ونتحدث عن مبادرات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تنظيم العمل الاجتماعي التنموي. نتحدث بالتفصيل عن هذه المبادرات بعد أن نتابع معا التقرير التالي. وضعت رؤية المملكة 2030 خارطة عمل لتحقيق أعلى معدلات التنمية الاجتماعية وتنظيم أهدافه لكافة فئات المستفيدين. ومن هذا المنطلق تسعى وزارة العمل إلى تعزيز الأثر الاجتماعي وتسهيل تأسيس المنظمات غير الربحية ودعم البرامج والمشروعات ذات الصلة. وتأتي منطلقات التوجه في تعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع الحكومي وغير الربحي من خلال معايير حوكمة تسهم في التحول نحو المؤسسية والاستدامة. وتضع وزارة العمل أهمية بالغة لتطوير واستقطاب الكفاءات الوطنية وتدريبها للقيام بدورها في تكامل خدمات التنمية الاجتماعية. ومن المتوقع أن تواكب المؤسسات غير الربحية وفق هذه الأهداف تطوير منظومة العمل الاجتماعي التنموي واشتراكها في مسارات التنمية بكل كفاءة. وتسعى الأهداف إلى زيادة مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي غير الإجمالي والتحول لدور تنموي فاعل يغرس الثقافة الخاصة به ونشرها. وتواجه الرؤية تحديات تتعلق بالتشريعات والتنظيمات المتعلقة بتمكين العمل الاجتماعي، وهو ما يفرض إيجاد محفزات استثنائية للأفراد لتأسيس منظمات أكثر مهنية. وتدعم تلك التوجهات وضع تنظيمات مالية تسهم في تمكين العمل الاجتماعي وتقديم حلول غير مسبوقة للاحتياجات الوطنية من المنظمات في مختلف مدن المملكة. مشاهدينا الكرام، نعود إليكم مجددا وإلى ملفنا الثاني. نتحدث فيه عن مبادرة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتمكين وتنظيم العمل الاجتماعي والتنموي. نتحدث بالتفصيل عن هذه المبادرة مع ضيفنا في الاستوديو دكتور سالم الديني، وكيل وزارة العمل لشؤون التنمية. أهلا بك معنا دكتور سالم. في البداية، ما هي مبادرة تمكين وتنظيم العمل الاجتماعي التنموي؟ طيب، خليني بس أنا أبدأ كذا من رؤية 2030 وننزل إلى رؤية إلى برنامج التحول الوطني 2020 ومنها إلى هذه المبادرة بشكل تفصيلي. طبعا إحنا اللي ينظر في رؤية المملكة 2030 فيها تقريبا 6 محاور استراتيجية رئيسية. أحد المحاور الاستراتيجية الرئيسية فيها ما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية. تحت محور المسؤولية الاجتماعية هناك عدة محاور، من ضمن هذه المحاور هو دعم نمو القطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية. والقطاع غير الربحي نحن نقصد فيه هنا هو القطاع الثالث، ليس القطاع الحكومي ولا القطاع الخاص هو قطاع الأعمال، وإنما القطاع الثالث الذي هو مكون من الجمعيات والمؤسسات واللجان الأهلية المدنية المجتمعية التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية في البلد. ممتاز. في برنامج التحول الوطني 2020 كان هناك عدة تحديات تناولتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. أحد هذه التحديات الرئيسية كانت محدودية مساهمة القطاع غير الربحي في التنمية الاجتماعية. هذا التحدي تناولناه في برنامج التحول الوطني، وكان التناول حقيقة من زاوية مرة مهمة، أنه هل نحن نريد فقط أن نفعل هذا القطاع ونحسن أداؤه، أم نريد أن نكون قطاع متكامل يكون قطاعا ثالثا مع القطاع الحكومي والقطاع الخاص يساهم في تحقيق أهداف التنمية، يكمل الأدوار ويعزز الأدوار ويحقق التنمية. فكان التوجه أننا نريد أن نصنع قطاع غير ربحي ثالث متكامل الأركان. ونظرنا في هذا القطاع وشفنا وضعه وشفنا وقارناه بما هو في العالم، فوجدنا أن القطاع الحقيقة يعتبر قطاع ضعيف مقارنة بالقطاعات في العالم. فكان السؤال، هل هذه نتيجة أو هو سبب؟ فكانت هذه نتيجة. طيب، ما هي الأسباب؟ فتبين لنا من أثناء التحليل أن هناك 7 ممكنات رئيسية. لو تناولناها ممكن أن نساعد في أن يصبح هذا القطاع قطاعا ممكنا حقيقيا مؤثرا مساهما في التنمية مع القطاعات الأخرى، وهي ممكن الأنظمة والتشريعات، ممكن البيانات والمعلومات، ممكن التقنية، ممكن المورد البشري، ممكن الدعم المجتمعي والعمل التطوعي، ممكن الاستدامة المالية، وممكن الحماية والحوكمة.
ممتاز. وخرجت مجموعة من الأهداف ومجموعة من المبادرات، هذه المبادرة نتحدث عنها تحديدا تتناول يعني محور الرئيسي. أوكي. قبل أن نتحدث عن هذين المحورين، ما المقصود بالعمل الاجتماعي والتنموي والجهات المرتبطة بهذا العمل بشكل أساسي؟ يعني إحنا لما نتكلم عن العمل التنموي، طبعا التنمية هي جزء أصيل في أدوار كل القطاعات الحقيقة. نعم. في أي دولة من الدول هي الحكومة تقوم بالعمل التنموي، وأيضا القطاع الخاص والقطاع الأهلي والقطاع المدني والمجتمعي. فنحن نقصد هنا نقصد هذا القطاع، القطاع المجتمعي الذي لا ليس حكومة، هو أي منظمة غير ربحية موجودة. نعم. أو حتى ممكن تكون ربحية في سياقات معينة زي مثلا القطاع التعاوني مثلا. نعم. فهي نعم. ليست حكومة وليست قطاع خاص، وإنما هي قطاع أهلي مدني مكون من المواطنين. هؤلاء المواطنون شافوا قضية مجتمعية معينة، اتفقوا على أن يخدموا هذه القضية، أسسوا من خلالها كيان مؤسسي. نعم. اكتسب الشخصية الاعتبارية، وبالتالي هو يقدم الخدمة بطريقة معينة. هذا ما نقصده بهذا القطاع. طيب. محاور هذه المبادرة، مبادرة تمكين وتنظيم العمل الاجتماعي. أيوة، هناك الحقيقة محورين. هي طبعا المحور يتناول التوسع والتنوع في جمعيات ومؤسسات ولجان العمل الأهلي. نعم. وهنا عندنا مجموعة كبيرة من المبادرات. مثلا احنا اول شيء سويناه قلنا طيب احنا نريد ان نتوسع الان. كان نعم. الهدف هو التوسع 44% زيادة في عدد الجمعيات الموجودة في المملكة. احنا بعد ما بدينا العمل في 2016 وجدنا انه الـ 44% حققنا منها في 2016 فقط 20%، يعني 50% من المستهدف اللي المفروض يكون بعد 4 أو 5 سنوات. وبالتالي الان نحن ننظر الى ان هذا المستهدف كان مستهدفا طموحا لكنه لم يكن طموحا بالقدر الكافي، فزدنا هذا الامر. طيب. سوينا مسح ديموغرافي على المملكه كلها. نعم. لتحديد احتياجات المملكه من الجمعيات والمؤسسات العليا، هذا احد المشاريع الرئيسيه. نعم. هذا المسح الديموغرافي يحدد لنا مثلا كم جمعيه صحيه نحتاج، كم جمعيه تعليميه نحتاج، كم جمعيه في الخدمات الاجتماعيه نحتاج. نعم. كم جمعيه في الانشطه التعبيريه زي الرياضه والترفيه والثقافة. اليوم احنا ما ننظر للقطاع غير الربحي انه قطاع فقط يقدم خدمة للفقير والمحتاج والمسكين فقط، هو صحيح. قطاع يقدم خدمات لكل جميع فئات المجتمع. نعم. طيب دكتور سالم، مسألة التنمية الاجتماعية لا تنحصر فقط بالعدد او بالرقم، وانما بجودة مثلا هذه الخدمات، بالامور التي تنعكس مباشرة على المجتمع. كيف يمكن للوزارة ان تضع مؤشرات لقياس اداء هذه الجمعيات بما يتناسب مع الاهداف التنموية وليس فقط العددية بزيادة اعداد الجمعيات؟ جميل. وانما العمل على ادائها. الحقيقة هذا سؤال مرة ممتاز، لانه احنا اليوم ما ننظر للعدد كمستهدف. العدد. نعم. هو اليوم، لانه احنا لما جينا اشتغلنا على تصنيف الجمعيات والمؤسسات الاهليه الجديد. نعم. اعتمدنا التصنيف العالمي للجمعيات الاهليه والمؤسسات الاهليه. نعم. وجدنا انه في التصنيف العالمي القطاع موجود في كل مجالات الحياه. وكان الهدف هو تحديد الفجوه الموجوده عندنا. طبعا العدد اللي ذكرته لك انا اليوم هو الهدف، انه ما هي الفجوات التنمويه التي يمكن ان يساهم فيها القطاع غير الربحي. نعم. ولم يساهم الى الان. أهو. فكانت البداية هو تحديد الفجوات، أنه نحن يا جماعة ترى شغلنا محصور فقط في السنوات 60 الماضية فقط في الأعمال الخيرية المباشرة اللي هو العطاء المباشر. ويمكن كانت 72% من الجمعيات هي جمعيات بر. نعم. أو 82، 7% فقط هي جمعيات تساهم في الخدمات التنموية اللي هي صحة تعليم إسكان. أهو. وفي الأنشطة التعبيرية اللي هي زي البيئة والرياضة والترفيه وغيرها وجدنا أنه 1%. فكان الهدف هو أنه نحن أول شيء نحدد الفجوة. يعني لماذا نحن غير موجودين في هذه المساحات. نعم. الأمر الثاني، طب إذا أردنا أن نكون موجودين في المساحات، هل نكون موجودين بناء على يعني على أرقام ولا بناء على احتياج؟ فكان صحيح. هنا العمل مع الوزارات المختلفة في تحديد الاحتياجات. طب أنا في الصحة ما الذي أحتاجه في الصحة؟ ما هي أولويات وزارة الصحة اليوم اللي أنا من خلالها أستطيع أن أتبنى منظومة من المؤسسات والجمعيات التي تؤدي وتساعد في تحقيق وزارة الصحة. أيوة. وكذلك في التعليم وكذلك في الخدمات الاجتماعية المختلفة. ممتاز. فالخارطة الحرارية اللي سويناها، المسح الديموغرافي، كان ليحدد هذه بناء على الاحتياج. الآن وجدنا أنه الاحتياج غير مكتمل. مثلا نبغى 120 جمعية في الصحة، طب في أيش مجالات في الصحة؟ الآن عندنا بعد أسبوعين إن شاء الله تعالى ورشة عمل زي ورش عمل التحول الوطني مع كل قطاع من القطاعات الموجودة في القطاع الخاص الصحيين والحكومة اللي قطاع وزارة الصحة وأيضا الناشطين لتحديد داخل الصحة تحديدا كم جمعية أحتاج في جيزان وما هي نوعها. وبالتالي ما هي الخدمة التي ستقدمها. نعم. هل ستقدم توعية
وتأهيل أم ستقدم خدمات، يعني ستدير خدمات معينة وحقيقية داخل هذه في كل القطاعات المختلفة. طيب هل هذه المبادرة أيضا من ضمن مهامها إن صح التعبير إعطاء دورات تدريبية للعاملين في هذه الجمعيات وتأهيلهم للقيام بالعمل المجتمعي بكافة؟ لا هو الحقيقة ما هو من ضمن هذه، هو في ضمن مبادرة أخرى لكن ممكن حتى نعرج عليها بعد يعني أثناء الحديث. هو طبعا نعم. من أهدافها هذه أيضا هو إكمال البنية التشريعية والتنظيمية اللي تساعد مثلا اليوم عندنا نظام الجمعيات المستثمرة الجديد، نعم. عندنا لائحة تنفيذية خرجت، اليوم عندنا لائحة مجالس الجمعيات اللي يصير زي المجالس التنسيقية، عندنا لائحة مجالس المؤسسات، هذه أيضا كلها انتهينا منها. لكن هذه المبادرة شقها الثاني أو حتى خلينا أنا أعرج على سؤالك، هو طبعا لازم مهم جدا نحن نقوي الـ 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 العاملين في القطاع الغير ربحي، لأنه بكرة هذا القطاع سيقوم بالخدمات. ولذلك واحد من مستهدفات التحول الوطني في القطاع غير الربحي هو زيادة عدد العاملين في القطاع غير الربحي من 60 ألف فرصة وظيفية جديدة في القطاع. هذه 60 ألف وظيفة مبنية على معايير ومبنية على مؤهلات ومبنية على جدارات وقدرات، صحيح. ومبنية على مؤهلات يحصل على شهادة مهنية تؤهله للعمل بهذا في هذا المجال. تحدثنا عن التأسيس والأنظمة والتشريعات، هل هي الآن مكتملة فيما يخص هذا القطاع غير الربحي؟ باقي عندنا أحد التشريعات المتعلقة بالميني NGOs اللي هي الجمعيات الصغيرة جدا. احنا وجدنا في نسبة كبيرة من الشباب والفتيات يبغوا يأسسوا جمعيات، لكن انه يأسسوا جمعية كبيرة بيكون جهد كبير جدا. فالآن احنا نعمل على لائحة لعمل ميني NGOs، جمعيات صغيرة جدا، يمكن يعني يمكن انفاقها اقل من 100 ألف ريال في السنة، بحيث تكون قليلة المخاطر، وهذه ممكن حتى ما يكون لها مقر، يعني ممكن تكون فيرتشوال يعني افتراضية، ممكن يشتغلوا وكذا وينظموا نفسهم بشكل جيد وكلهم لائحة وكلهم التنظيم وكل شيء، لكن ايضا يستطيعوا ان يشتغلوا في مجالات مختلفة، وبعدين اذا وجدوا ان فيهم قدرة يتحولوا الى جمعية متوسطة او جمعية كبيرة بعد ذلك. لكن نقدر نقول الجميل الشيء الثاني اللي احنا سويناه، طيب احنا كيف نقدر في تحت المبادرة هذه احنا كيف نقدر نحفز المواطنين؟ صحيح. فعندنا مشروع اسمه محفزات تحفيز المواطنين لتأسيس جمعيات ومؤسسات أهلية جديدة. من ضمن المحفزات اللي هو أتمتة العمليات، اليوم نحن التأسيس ما يحتاج زي أول يرفع ورقي ويجينا الوزارة، الآن يدخل على موقع الوزارة ويضع كل البيانات الموجودة، عندنا ربط إلكتروني مع الجهات الأخرى مع وزارة الداخلية، ربط إلكتروني مع الجهات المشرفة الأخرى، ويتم التأسيس كاملا إلكترونيا ويرد عليه إلكترونيا. هذا أيضا يسهل الأمر على المواطنين. صحيح. الجانب المالي أيضا دكتور، والذي يعني خصصت له هذه المبادرة جانب مهم. أيوة الجانب المالي طبعا هنا المبادرة من أهدافها الرئيسية أنها تزيد في زيادة مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي من 4.7 مليار إلى 16 مليار، نتكلم على 4 أضعاف ب2020. نعم. هذا تطلب منا ان احنا نفتح مساحات اخرى من خلالها يمكن ان يكون هناك استثمار اجتماعي، فوضعنا شيء اسمه وورد في صندوق في نظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه الجديده، صندوق دعم الجمعيات. هذا صندوق ضمن النظام وانتهينا من لائحته. الان سنضع لائحته على موقع بوابه معا، احنا عندنا بوابه معا نضع فيها جميع اللوائح الجديده اللي تصدرها الوزاره، بحيث نسمع صوت المواطنين صوت العموم وناخذ اصواتهم من عدد. الان جاهزه هي للوضع على البوابه. هذا الصندوق الهدف منه هو ان يوفر. من يمول الصندوق؟ هل هم المواطنون ام الجهات الحكوميه؟ الصندوق فيه 4 مصادر تمويل ما تخص له الدوله من 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 مخصصات معينة. يستثمر، هو يستطيع أن يستثمر كذلك. ثلاثة ما يقبل الهبات وأيضا التبرعات التي تأتي من المواطنين. فممكن يكون من الأفراد وممكن يكون من الحكومة وممكن يكون من استثمارات الصندوق نفسه. الثاني المبادرة الثانية اللي انتهينا منها الحقيقة وهي مبادرة ممتازة، هي مبادرة بين بنك التنمية الاجتماعي والوزارة ومؤسسة سليمان الراجحي الأهلية. طبعا احنا نتوقع انه ايضا غير مؤسسة سليمان الراجحي تدخل معنا. هي عبارة عن صندوق للاستدامة المالية، هي عبارة عن قروض تمويلية للجمعيات للاستدامة المالية. هذا صندوق 900 مليون، عبارة عن قروض حسنة تدخل فيه الجمعيات في استثمارات او في عقارات او غيره، بحيث انه يزود لها المورد المالي. ايضا في مبادرة اخرى من ضمن هذه المبادرات لتحول الجمعيات من الرعوية الى التنموية. احنا وجدنا نسبة كبيرة من الجمعيات بتعطي دعم مباشر، يعني سلة غذائية، بتوفر مثلا إيجار، بتوفر كهرباء للناس. اليوم جينا نبغى نحول هذه الجمعيات إلى جمعيات تمكين اقتصادي. ايش يعني جمعيات تمكين اقتصادي؟ يعني الجمعية تستطيع قادرة انها تكتشف الفرص الاستثمارية للأسر الفقيرة داخل المنطقة. تستطيع ان تكتشف قدرات الأسرة،
تستطيع أن تدير محافظ إقراضية في المايكرو فاينانس في القروض متناهية الصغر، وتستطيع أن تقيس الأثر. هذه الجمعيات الآن، هذه المبادرة الآن بمليار و150 مليون، 150 مليون بناء قدراته، مليار محافظ إقراضية، فتكلم على 2 مليار. ايضا جينا لموضوع الاستثمار الاجتماعي اللي هو السوشيال انفستمنت. الاستثمار الاجتماعي عالميا هو ممارسه دخلت يسموه سوق الاستثمار الاجتماعي. اليوم احنا قاعدين نخلق سوق الاستثمار الاجتماعي في البلد، هو استثمار مختلف عن الاستثمار العادي، لانه هدفه اجتماعي، هدفه حل مشكله مجتمعيه، وتكون ادوات الاستثمار ايضا فيه هي معينه ومحفزه لجلب راس مال خيري للقطاع غير الربحي. هذا متوقع انه يجلب 4 مليار. حددنا الآن 5 آليات للاستثمار الاجتماعي ستطبق في 2017، منها الكراود فاندينج اللي هو، ومنها أيضا الصكوك الخيرية، يعني مجموعة من الـ من الـ من الأدوات يعني التي ستساعد أيضا في جلب رأس مال خيري. كل هذه أدوات يعني لتقوية الجانب المالي في القطاع غير الربحي بطريقة تنموية تحدث أثر، ويمكن قياس الأثر وتأثيره على المواطن وعلى المستفيد النهائي. الهدف الرئيسي كما ذكر دكتور في البداية زيادة مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي. هذا نتحدث عن 20 عن عام 2020 عن 2030، يعني تطلعاتكم الإيجابية للمساهمة فعلية لهذه المبادرات على أرض الواقع أن تحقق الأهداف. يعني هذه هو الحقيقة يعني الجميل في الموضوع إنه نحن اليوم هذه المبادرات كلها، اليوم إحنا نتكلم معاكم هنا ومع الإعلام وهي بدأت في التنفيذ. يعني إحنا ما قاعد نعد الآن بأنه يمكن قبل سنة قلنا إنه سنفعل، اليوم إحنا لا، كل هذه المبادرات اليوم تحركت على الأرض. ممتاز. الجميل فيها هو استجابة المواطنين. صحيح. يعني اليوم أنت لما يصدر عندك صندوق ومبادرة باثنين مليار، يعني في وقت يمكن الناس تشوف إنه والله نحن مثلا في ركود اقتصادي أو غيره أو في يعني مثلا كذا، هذا يدل على إنه في رغبة في العطاء. اليوم صحيح. اللغة لغة الأثر. أنا أقول البلد يعني الحمد لله فيها خير كثير. صحيح. وفيها فاعلين خير كثر، بس اليوم هم يريدوا أن يروا أثر هذا الخير اللي يحطونه على على المواطنين شكل تنموي وليس رعوي. تنموي وليس رعوي. الأمر الثاني المهم أيضا أنه إقبال المواطنين. أنا لما يكون عندي مستهدف 44% ب2020 وأحقق منه 20% في سنة، ممتاز. هذا معناته أن المواطنين يعني مهتمين بالمشاركة. اليوم في توجه الدولة في 2030 و2020 هي تقول للمواطنين أنتم شركاء في العملية التنموية. صحيح. وهذا القطاع غير الربحي هو وسيلتكم للدخول إلى هذا الحراك التنموي وإحداث هذا الحراك التنموي والمساهمة الفاعلة فيه. فأعتقد اليوم أنه المساحة موجودة، الممكنات بدأت تتبلور. ونحن عشان كذا اليوم يعني بعد ما وضعنا فرشة الممكنات قاعدين ننتقل إلى الفرشة اللي بعدها اللي هي تنتقل إلى الأثر التنموي الأعمق. نعم. في مثل هذه المبادرات. طيب دكتور، دور المواطن بشكل مباشر، حدثنا عن أتمتة العملية، يعني إمكانيات إصدار تراخيص للجمعيات أو مؤسسات الأهلية. كيف يمكن المواطن أن يساهم بشكل أكبر الآن؟ من يتابعنا اليوم كيف سيساهم هو في هذه تحقيق هذه المبادرات؟ اليوم أنا طبعا أقول أي مجموعة مواطنين، 10 مواطنين عندهم فكرة قضية معينة مهتمين فيها في المجتمع. نعم. اليوم اللي يهمنا نحن الحقيقة بشكل كبير أن يكون، أن ينتقل المواطن إلى الجانب الإيجابي، أن يكون مبادر. صحيح. ما في قضية من قضايا المجتمع اليوم تسمى قضية صغيرة أو قضية كبيرة، قضية مهمة أو قضية. صح أنه في قضايا جوهرية مهمة جدا وقضايا أقل أهمية، لكن المهم هنا هو المواطن نفسه. صحيح. أحيانا قد يكون مجموعة من المواطنين لهم قضية اهتمام بقضية معينة، يأتوا يدخلوا موقع الوزارة، 10 أشخاص يقدموا على هذه، يختاروا الجمعية اللي يبوها، ويستطيعوا أن يؤسسوا الجمعية بشكل يعني سهل وسلس ومباشر، واللائحة الأساسية وكل هذه الأشياء. ممتاز. انتهى وقتنا بسرعة. أشكرك دكتور سالم الديني وكيل وزارة العمل لشؤون التنمية، شكرا جزيلا لك يعني لمشاركتك في حلقتنا اليوم ولإيضاح هذه المبادرة بشكل مباشر وبكل تفاصيلها. شكرا لك. مشاهدينا الكرام، هذا كان ملفنا الثاني، تحدثنا فيه عن مبادرة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتمكين وتنظيم العمل الاجتماعي التنموي. ختاما أشكر طيب متابعتكم، نلتقي بإذن الله غدا بنفس التوقيت، كونوا دائما على الموعد.